نظم محتجون في عدد من المدن الإيرانية تجمعات احتجاجية أمام المصرف المركزي للمطالبة بإعادة أموالهم المنهوبة. هتف المحتجون شعارات تندد بالممارسات التي يرتكبها النظام للاستيلاء على مكتسبات الشعب والاقتصاد الوطني. كما طالب المحتجون أموالهم التي سلبتها مؤسسات تابعة لقوات الحرس الثوري. وعلى الرغم من القمع والتضييق، إلا أن الانتفاضة الشعبية أكملت شهرها الأول بتصميم شعبي أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ المطالب ونيل الحقوق التي سلبها النظام الثيوقراطي منذ عام 1979. يمر شهر على الانتفاضة الشعبية الإيرانية التي مرت بحالة تذبذب بسبب القمع الوحشي وقطع الانترنت، إلا أن ذلك لم يمنع المحتجين منعا باتا من المواصلة. وطالما أن أخبار القمع تتداول، ندرك أن الاحتجاجات لا زالت مشتعلة في مختلف المدن والأقاليم الإيرانية. هذا ما نعرفه على الأقل عن الانتفاضات، وتشيع جثمان هذا الشاب بعد أن قتل قبل يومين على أيدي عناصر الأمن يؤكد تناقض النظام عندما يعلن عن انتهاء الاحتجاجات. ومن جانب آخر، تتواصل حركة الاحتجاجات العمالية التي خرجت بدوافع اقتصادية ومعيشية، وهي على دراية تامة بالمليارات التي يصرفها النظام على عمليات الحرس الثوري خارج البلاد، كما تعلم جيدا بأن أموال العمليات الغاشمة هي من عوائد الاقتصاد الوطني الإيراني. لذا فإن إضرابات العمل طالت كبريات الشركات الإيرانية، خصوصا تلك التي استملكها الحرس الثوري على مدى العقود المنصرمة. أدرك الإيرانيون أهمية هذه الخطوة، فتضامن كثير من العمال مع الحركة العمالية التي هي جزء من الانتفاضة الشعبية، وتوالت الإضرابات عن العمل. أما الذين لا يعملون فقد توجهوا ومعهم مطالبهم مباشرة إلى مقار المصارف، وبدأوا بتنظيم تجمعات احتجاجية أمام المصارف المركزية يطالبون بإعادة أموالهم المنهوبة من قبل المؤسسات التي أطلقوا عليها من خلال شعاراتهم المؤسسات النهابة التابعة لقوات الحرس الثوري. إذن تستمر حركة المطالبة بالأموال، والمال المنهوب قوة تستند عليها مشاريع فيلق القدس الذي يتزعمه مايسترو الإدارة الإقليمية للإرهاب قاسم سليماني. فهل تنجح الانتفاضة في قطع راتبه الشهري الذي يتجاوز 150 ألف دولار من أموال الشعب الإيراني الذي يستحيل على شريحة لا يستهان بها منه قوت يومه؟